حوزة الناطقة تتميز بأن لها أمرين مهمين، الأخلاق والعلم. حبيبي كثير من الحوزات تتحلى بالعلم حبيبي وفطاحل العلوم، لكنها عندما تناقش بالأخلاق وتناقش بالباطل وباطن عفوا وتناقش بأمور خوارق ما يعرف من تطي أمور حبيبي. حوزتهم عبارة عن أمور يستورثوها من واحد إلى آخر، تناقشه تجد هو نفس المناقشة شنو السابقة اللي مناقشها اللي قبله، رسالة العملية نفسها إلا اختلافات جدا طفيفة. المهم مو هذا الكلام إنه اختلافات طفيفة أو مو طفيفة، تقليدية. فإحنا ما نكون حوزة تقليدية، إحنا نكون حوزة أخلاقية علمية تجديدية، حتى نكون من أتباع أهل البيت سلام الله عليهم. هذا أهم شيء في البيت، ولا كنا خارجين عن هذه الحوزة، ولا الشهيدين الصدرين ما كانا تقليديين، وإنما ضحوا بالغالي والنفيس من أجل إحياء حوزتهم.